فإنك ما تروح هيك مرة واحدة شك بوم وبعدين بعد بأسبوعين ثلاثة أربعة حتى بمسك ستة أسابيع ممكن ثمان أسابيع بتلاقي حالك وقفت وخبصت الدنيا. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم ومساكم من وين عمالكم بتتابعوا من أي منطقة ومن أي مكان وفي أي وقت. موضوع اليوم منطقة الراحة اللي هي الكومفورت زون، هذا موضوع جدا 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 عميق. انت بتكون مثلا عمالك تتمرن لك فترة، ماشي بالأوزان لك فترة، ماشي بالوقت اللي بتتمرن فيه وماشي على بلان يعني حلو، عمالك تتغير شوي شوي، راح تلاقي حالك بمرحلة. طبعا هذا الحكي بنطبق على التمرين، بنطبق على البزنس، بنطبق على الدراسة، بنطبق على كل شيء في حياتك. راح تلاقي حالك بفترة قاعد في منطقة انت مرتاح فيها، يعني نظام التمرين انا مرتاح فيه، التكرارات انا مرتاح فيها، حياتي بشكل عام، عدد الساعات اللي بشتغل فيه انا مرتاح فيه، وقت التمرين مرتاح فيه، هدول اوكي حلو انه احنا بنينا روتين. طبعا كان كل الحكي اللي انا بحكيه من اول انه كيف انت تبني الروتين وتوصل لهاي المرحلة، وهو حلو ممتاز. فاحنا بنينا الروتين وصلنا لهاي المرحلة. هلا بالفيديو راح احكي فيه عن الجراجوال بروجريسيف اوفرلود، كيف الواحد يعمل اللود وكيف يتدرج في التمرين وكيف يزيد الاوزان وكيف يزيد نظام تمرينه عشان يعمل شوك للعضلات، عشان انت تغير اللود وتغير المجهود اللي عمالنا بنحطه على العضله او العضله عمالها بتبذله عشان تتحسن. فاذا انت وصلت لمرحله انه جسمك عماله بتحسن او حياتك بشكل عام عمالها بتتحسن بتحسن بتحسن، في مرحله راح يصير فيها بيك. هذا البيك يعني مثلا اذا انت عمالك بتعمل فلوس راح توصل مرحله انك عم تعمل ليميت تبعك هون، خلص وصلنا مش عمالك بتعمل اكثر، غير انك تطلع من الاشياء اللي انت قاعد بتعملها كلها وتعمل اشي تاني جديد او غير او on the side ما راح تعمل فلوس زياده. نفس الشيء بجسمك، جسمك عماله بتحسن 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 على نظام التمرين اللي انت ماشي عليه. وصلنا لمرحلة وصل عندها البيك، البيك هذا اللي هو الجسم تعود، وصلت مرحلة التعويد هاي، خلص احنا لما تعود الجسم بطل الإفكت اللي كان عماله باخده من التمارين هاي بصير غير، بصير مينتيننس، بصير انت مرحلة بس مينتيننس قاعد مش مرحلة تطور. فاللي بدنا اياه انه نعمل شوك، عشان هيك في برامج، يعني عشان هيك احنا بنغير من برنامج لبرنامج، بندخل كل 4 إلى 6 أسابيع مثلا برنامج جديد. البرنامج الجديد هذا بيعمل لك الشوك هاي، فانت بترجع اجين وبترجع بتطلع 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 وبتتطور. منطقة الكومفورت زون هي هاي اللي حكينا عنها اللي هي هون البيك هذا. هاي الكومفورت زون كيف ممكن تطلع عنها؟ بالاوزان هي اسهل اشي، يعني والله انا اتمرنت باثنين كيلو صرت اتمرن باربعة كيلو صرت ازيد ستة كيلو صرت ازيد ثمانية كيلو. هاي طريقة، طريقة اني اغير البرنامج كامل هاي طريقة، طريقة اني اغير السبلت تبع البرنامج هاي طريقة، طريقة اني اغير وقت التمرين مثلا، يعني انا بتمرن ساعة بالعادة او ساعة لربع اعمل له بوش زيادة اخليه ساعة وشوي. في نقطة بس بدي احكي عنها اللي هي كيف تطلع من الكومفورت زون بالتدريج. كمان بدنا نطلع بالكومفورت زون بالتدريج، ما بدك تعمل جمب مرة واحدة خرافي. ليه؟ لأنه إذا أنت والله بدي أطلع من الكومفورت زون بدي أشيل وزن، أشيل وزن هيفي ممكن تأذي حالك. إذا أنت طلعت مرة واحدة وشلت وزن كتير هيفي راح تأذي حالك. عشان هيك برضه برجع بحكي حتى في الدايت، الدايت أنت عمالك لما بدك تبدا دايت ما تبدا هيك مره واحده، لانك انت كنت قاعد بالكومفورت زون تبعتك اللي قاعد بتخبص وبتاكل اللي بدك اياه. فاذا اجيت تطلع منها مره واحده وتعمل دايت شوك مره واحده، يس حيجيب لك لجسمك نتائج اسرع، بس انت بمخك مش حتستوعب هذا الموضوع بسرعه. فالافضل اللي هو راح يساعدك لقدام انك تضلك مستمر وما يصير في عندك كريفنجز وما يصير في عندك اللي هو اللي انك توصلك ايام تخبص الدنيا فيها، اللي بيصير انك شوي شوي جرادجولي تنزل
في الاكل اللي عمالك بتاكله، تخفف الاكل اللي عمالك بتاكله، تخفف كميه السكر اللي عمالك بتاكلها، وبعدين تمسك النظام الغذائي اللي هو الدايت اللي انت بدك اياه وتضلك ماشي عليه بطريقه مرتاحه. فانك ما تروح هيك مره واحده شك بوم، وبعدين بعد باسبوعين ثلاثه اربعه حتى بمسك ستة اسابيع ممكن ثمان اسابيع بتلاقي حالك وقفت وخبصت الدنيا. فلما تنزل جرادجوال ترجع تطلع جرادجوال، هو برضه قانون التدرج اللي حكينا فيه انك انت بس تتدرج في الموضوع. فاطلع من الكومفورت زون هاي شوي شوي، بس برضه يعني اجين ما تكونش كسول. يعني هذا الحكي ما بتعرض انه انا ما بدي اكون كسول، بدي اطلع من الكومفورت زون، بس اطلع من منطقه الراحه هاي برضه بطريقه مريحه. فلما بدك تزيد اوزان، وخصوصا ركزوا لي على موضوع تزيد اوزان، ما تنطش بالاوزان نط، لانه نطك بالاوزان ممكن يأذيك، ممكن يعمل لك اصابات.